بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، آية استوقفتني وأرددها دائما لعلاج الحزن والاكتئاب، وكلما شعرت بضيق أجد نفسي أتلو هذه الآية. طبعا هذه آية عظيمة أيها الأحبة. سيدنا يعقوب عليه السلام وهو في قمة الحزن قال هذه الآية، فكانت وسيلة تعينه على أن يتحمل أكثر فراق ابنه يوسف عليه السلام، تعينه على مواجهة كذب أبنائه، تعينه على الصبر عندما قال فصبر جميل. طبعا أيها الأحبة، بعدما أخذوا يوسف ثم أخذوا أخاه بعد فترة، وفي كلتا الحالتين فقد سيدنا يعقوب أحب أبنائه إليه، ماذا كانت النتيجة أحبتي في الله؟ دققوا معي رجاء. وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. كظم هذا الحزن في داخله، لم يشكو لأحد، لم يلجأ للشكوى، بل جعل هذا الأمر بينه وبين الله سبحانه وتعالى. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الجاهلين، يعني لا تزال تذكر يوسف وقد مضى على رحيله سنوات طويلة حتى تمرض أو تهلك. هنا الشاهد أيها الأحبة، احفظوا هذه الآية رجاء، ورددوها كلما اعترض أحدكم حزن أو ضيق، أو كلما مر بحالة شعر فيها أو أحس بأنه يعني شديد الحزن أو شديد الضيق أو لا يعلم ماذا يفعل. ماذا قال سيدنا يعقوب؟ قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلم. سبحان الله. نكرر مرة ثانية أيها الأحبة، قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. هذا البث، هذا الألم الذي بداخلي الذي لم يطلع عليه أحد إلا الله، لن أشكو الله لعباد الله، لن أتذمر، لن أقول ماذا فعلت حتى يعاقبني الله، لن أعترض على قضاء الله، بل سأشكو هذا البث، هذا الحزن، هذا الضيق، سأشكوه لله تبارك وتعالى، لأنني أعلم من الله ما لا تعلمون. هناك علاقة بيني وبين الله، هناك أسرار بيني وبين الله عز وجل. الذي يعلم من هو الله، أحبتي في الله انتبهوا، مشكلتنا اليوم أننا لا نعلم من هو الله، ما هي قدرات الله عز وجل. الله الذي يتحكم بكل ذرة من ذرات الكون أيها الأحبة، هذا الخالق العظيم الذي يتصرف فيك وفي أولادك وفي أهلك وفي كل البشر، يتصرف فيهم كيف يشاء. هذا الإله العظيم عندما تتعرف عليه وتعلم من هو هذا الخالق العظيم، ما هي قدرته، ما هي رحمته، لن تحمل أي هم، لن تهتم بفلان وفلان وفلان. هؤلاء عباد ضعفاء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. هؤلاء الناس من حولك لا يملكون أي شيء، كن مع الملك سبحانه وتعالى. إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. أيها الأحبة، عندما قال هذا الكلام سيدنا يعقوب، ماذا كانت النتيجة؟
أولا الله تعالى رد له بصره، فإذا كنت مريضا ودعوت بهذا الدعاء وشكوت مرضك لله عز وجل، ثق تماما أن الله سيختار لك الأفضل وسيشفيك إن شاء سبحانه وتعالى، ولكن يختار لك الأفضل الذي أنت لا تعلمه. ربما أنت تطلب من الله الشر أو تدعو الله بشيء فيه شر لك وأنت لا تعلمه، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إذا كان بك ضيق رزق، ضيق حال، خوف من شيء معين، خوف من المستقبل، خوف على الأولاد، خوف على الأهل إلى آخره، كل هذا علاجه أن تفعل كما فعل سيدنا يعقوب، رد الله إليه بصره ببركة إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. أعاد له ابنه الصغير الضعيف، أعاده له ملكا قويا عزيزا، ورد له ابنه الثاني وأكرمه بطول العمر. سيدنا يعقوب عاش طويلا، يعني عاش كثيرا جدا، ولم يكن سبحان الله يفقد الأمل من رحمة الله. فكانت هذه الآية أحبتي في الله هي يعني وسيلة تعينه على الصبر، تعينه على مواجهة الواقع، مواجهة مشاكل الواقع. لذلك أرجو أن نحفظها ونتوقف عندها ونكررها كلما صادفنا موقف فيه حزن أو فيه ألم أو فيه وجع أو مرض أو غير ذلك. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. نسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، إنه عليم حكيم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.